حملوا بيد السلاح وقاتلوا وحرروا الأرض والإنسان، اليوم يحملون باليد الأخرى مواد وأدوات البناء لإعادة البنى التحتية والأساسية لهذه المحافظة العزيزة، ونعاهدهم بأننا سنكون الحريصون والأمناء على أمن وسلامة المواطن، وستكون لدينا يد ضاربة إن شاء الله في إعادة البناء في هذه المحافظة العزيزة. ومن خلال افتتاح هذا الجسر نحب أن نطمئن أهلنا في نينوى بأن الوضع الأمني في المحافظة جيد، قوات الجيش انتشرت في كل أرجاء نينوى وسدت كل الثغرات، ويجب أن نتصدى معا بعقلية واحدة لكل الإشاعات وكبحة. كما قامت القوات الأمنية كافة بتحرير محافظة نينوى ضمن عملية واسعة استمرت لأكثر من 10 أشهر من دنس داعش الإرهابي، اليوم قوات الجيش أيضا تقوم بتقديم خدماتها إلى المواطنين من خلال الإيعاز إلى مديرية الهندسة العسكرية في رأس أركان الجيش لإنشاء هذا الجسر لغرض تخفيف معاناة مواطنينا بيني الساحل الأيمن والأيسر. هذه جزء من يعني نقدمه إلى مواطنينا، وإن شاء الله ستستمر قواتنا الأمنية بتقديم الدعم ليس فقط في الأمن أيضا في كافة أمور الخدمات الأخرى للمواطنين. اليوم تتشرف قيادة الفرقة المشاة 16 وقيادة عمليات نينوى بحضور السيد رئيس أركان الجيش والسيد نائب قائد العمليات المشتركة ومدير صنف الهندسة العسكرية لافتتاح هذا الجسر، الجسر الخامس السايد الأيمن. وهذا الجهد هو من قبل الهندسة العسكرية وكتائب الهندسة في الفرقة 16 والفرقة 15. هذا يعتبر كهدية من السيد رئيس أركان الجيش إلى أهلنا في مدينة الموصل، وإن شاء الله كل المعوقات والمعرقلات اللي يعانون من عندها أخوانهم بالقوات المسلحة إن شاء الله تساعد بعملية تسهيل عملية العبور وفق الاختناقات واللي تحدث في المرور، وإن شاء الله عطاء الجيش يستمر لأهالي موصل الأوفياء واللي هم يعتبرون أهلنا إن شاء الله.